السلام عليكم. اليوم بإذن الله بغينا نطرقوا لهذا التمرين. غادي نقراو التعليمه. يكخير انا لوريثم بور اجوتي ان سكوند باغ اكزومبل، وعطني واحد التوقيت معين. بمعنى قال لي هذا التوقيت اللي حنا عاطينه لك زيديه ان سكوند، زيديه واحد الثانيه. الان هنتفقوا على بعض الامور. كيف حنا كنعرفوا ان الزمن كنا نقراو حنا صغار ان 60 سكوند كتساوي دقيقه، وان 60 دقيقه كتساوي ساعة، وأن 24 ساعة كتساوي نهار. إذن هذا متعارف عليه. الآن الطريقة اللي كنحسبو بها إحنا الزمن أشنو كنديرو؟ الطريقة اللي كنحسبو بها الزمن أشنو عندنا في التوقيت؟ عندنا هما في الساعة عاطينا 20 ودايرين دو بوان ودايرين 59 دو بوان ودايرين 59. إذن هادي هنزيدها سكوند. إذن فين نكتبها؟ نكتبها تحت الوحدات هنا، وغادي نجمع 9 زائد 1 10، اكتبوا صفر كنحتفظ هنا بواحد. اذا هنا عندي 60 دو بوان 59 دو بوان 20. الان كي كتشوف معايا عندنا في الثواني 60 وفي الدقائق 59 وفي الساعات 20. لاحظ ان 60 مستحيل تلقاها في الساعه الرقميه، دائما الساعه الرقميه بمجرد ما توصل 59 كتلقى وراها 00. اذا هنا خاصة تحول. تحول باش؟ عندنا 60 سكوند هي 1 مينوت. اذا هنجي هنا هذه كتولي 00، وهذا الواحد كتحط هنا، هنا غتولي 9 مع 1 هي 10، وهذا الواحد كتحط هنا 60. فوالا. اذا حتى هذه خاصها تحول. اذا كانت عندنا 00 وهنا عندنا هاد 60 غتولي 1، هنا غتولي ساعه، لان هنا 60 دقيقه هي ساعه. اذا نرجع نرد 00 وندير دو بوان، هاد الواحد يتزاد هتولي 21. الان نجيو نطبقوا هادشي بالالغوريثم. هذا الرياضيات اللي قاريين حنا قديم، اما الالغوريثم حاجه اخرى. انا ارتئيت نشرحوا لكم قبل عاد نبدا الخدمه بالالغوريثم. اذا اول حاجه نكتبوا الالغوريثم. عشان نكتبوا بالنسبه للعنوان حنا كنهضروا على الزمن، اذا باغيين نبدلوا التوقيت ديال الساعه هنزيدوا اين سكوند. اذا نكتبوا لوغ، ما نديرش لاكسون، ردوا البال تيريويت ونكتب اوغ. الان غادي نجي نديكلاري بلي فاريابل. اش من فاريابل عندنا؟ عندنا الثواني وعندنا الساعات وعندنا الدقائق. اذا نجي نديكلاري بالساعه وندير فيغول وندير الدقائق وندير فيغول وندير سكوند. رسائيت انا نكتبو ماجيسكيل، ممكن تكتبو مينيسكيل ماشي مشكل. الان التيب ديالهم شنو هو؟ تيب دائما اونتي. علاش؟ لانك مثلا ما تلقاش دقيقه ونص في في الساعه. مثلا ما جي ما نقولك شحال في الساعه، هتقول لي 6 ونص، هتقول لي ها هي هي كاينه فيها الفاصله. لا، هذيك 6 ونص راه هي الساعه 36 دقيقه، هي 6 ونص. مثلا تقول لي دقيقه ونص، هذيك دقيقه ونص راه المعنى ديالها 1 مينوت و 30 سكوند. يعني هنا اونتي وهنا اونتي. مثلا نقولك شحال في الساعه، تقول لي الربع وربع. الربع وربع راه المعنى ديالها ان عندك الساعه الرابعه و15 دقيقه. اذا دائما هتلقاه اونتي. فاش كتلقى ديك الفصيله راه هي ديال الدقائق. اذا الا جينا نهضروا على كل واحد بوحدو هتلقاهم اونتي. مثلا قلتي لي راها 6 دقائق و35، 6 دقائق و35 ها هي 6 دقائق و35، الفصيله ديالها راهي سكوند. اذا دائما هتلقاها صحيحه، عدد دائما تلقى عدد صحيح يعني اونتي. اذا لهذا غنجيو نعطوهم في التيب اونتي. فوالا. الان خاصني ندخل هاد التوقيت في الالغوريثم. تقول لي ها هو عندنا، عندنا في الورقه، ولكن في الالغوريثم ما داخلش. البروغرام ما عارفش هادشي. اذا باش البروغرام يعرف هادشي غنجي ندخلو بايكريغ. نكتب ديبي ونكتب ايكريغ، بمعنى اي افيش لي هاد الميساج، يقول لي دوني لوغ. فوال. اشنو نرد عليه انا؟ غنكتب ليه الان، يخرج لي في ليكرون، يخرج لي الميساج بحال هكا ديال ليكرون ديالنا. يخرج لي الميساج دوني لوغ، يقول لي يعطيني الساعه بحال هكا. كيف كتبته؟ كتبته انا ماجيسكيل مينيسكيل، يكتبوا لي مينيسكيل. الميساج راه كيخرج هو هو. كتبتي هنا مينيسكيل يخرج مينيسكيل، كتبتي ماجيسكيل يخرج ماجيسكيل. الان غادي
ندخل لي انا الساعه، ندير ليغ هذا اللي غنسيزي هنا، هذه كلافي، هذا اللي غادي نسيزي انا هنا في الكلافي، وغادي ندخل لي مثلا 20، عندنا في السويع 20، ندخل لي 20. اذا فين بغيتو يتحط؟ غيتحط لي في اش في الساعه. الان خاصني ندخل الدقائق، غنكتب اكريغ دوني لي مينيت مثلا، فوالا مينيت كومس اين فوالا، يقول لي يعطيني لي مينيت. اذا غنجي ندخلها لي ونسيزيها لي، فين غنحط هاد 59 اللي ندخلها؟ حنا ندخلو الساعه هي الاولى، هذه اللي عندنا بلا تغيير، حيت انا قبيله غير شرحت لك بالمات. اما الان الالغوريثم خاصني تندخل الساعه، اذا غنجي نطابي لي 59، 59 ديال المينيت فين بغيتها تحط؟ غتحط لي في الفاريابل اللي هو ام. الان بقات لينا السكوند، نكتب ليه اكريغ دوني لي سكوند. الان قال لي يعطيني الثواني، باش نعطيه الثواني غادي ندخلهم، غادي نكتب ليغ وغنسيزي لي هنا 59 باش تحط فين؟ تحط في اس، غندير ليغ وغندخل هنا اس. الان سيزيت لي 20 تحطت في الفاريابل اش، وحطيت لي في المينيت 59 تحطت في ام، وحطيت لي في السكوند 59 تحطت في اس. الان واحد القضيه بغيت نزيدها لك كمعلومه، عاود تضرب هاد التمارين كامله وتكتب 6 الجمل، ممكن تكتب جملة واحدة تجمع فيها هادشي كامل، ممكن تجي وتكتب بحال هكا إكخيغ ونكتب لك دوني لوغ بحال هكا. حتى لهنا عندنا الميساج ياك، واش شنو نجي ندير هنا؟ نعطيك الساعة هنا وندير فيغيل، ونعطيك هنا الساعة ماجيسكيل لأننا كنكتبو ماجيسكيل، و إم و إس فوالا. الآن قال لي يعطيني الساعات، وخارج علامة التنصيص كتب لي الساعات، وكتب لي الدقائق، وكتب لي كتب لي إس، وكتبو لي عن طريق الفاريابل اللي أنا مسميهم بيهم. الآن أش ندير باش أنا نرد عليه ونجاوبو؟ غندير ليغ، أشنو غنحط؟ داكشي اللي غنسيزي فين نحطو؟ غنحافظ على الترتيب، غندير أش وغندير فيغيل وغندير ام وغندير فيغيل وغندير اس. اذا هنا باش يخرج لي هذا الميساج يقول لي دوني لوغ، وكتب لي اش و ام و اس، وغادي نجي انا نكتب لي 20. اذا 20 فين تحط؟ ابشينيش تحط في الساعات، ولكن خاصني نحافظ على الترتيب. حطيت اش هي الاولى، اذا هنا اش هي الاولى، هنا ام هي الثانيه، هنا هي الثانيه، هنا هي الثالثه، هنا هي الثالثه. اذا ندخل 59 غادي تحطهن، ونحط دخل 59 الاخرى تحطهن. هذا انا ما بغيتيش تبقى تكتب، حنا باش ما تدوخش درنا لك الطريقه العاديه. اذا حنا هنايا دخلنا الساعات، ودخلنا الدقائق، ودخلنا السكوند. الان غادي نجو للحساب. الحساب اشنو غنديرو؟ غنشد هاد السكوند، غنشد هاد اس اللي عندي اللي دخلت انا، دخلت بشحال؟ لاحظ هنا، هادي راه دخلت ب 59، وهادي سيزيت فيها 59، وهادي سيزيت فيها 20، بمعنى انني دخلت التوقيت اللي عندي بالاعلى. الان باغا نزيد انا اون سكوند، باش نزيدها اشنو غندير؟ غادي نشد اس وغنزيدها واحد، وغنافيكتيها فاش؟ غنافيكتيها في اس. لاحظ معايا، هادي اس القديمة ديالي، هاد اس هي القديمة، هادي هي 59، كانت 59، زدتها واحد وافيكتيتها في اس، يعني تحطت في القيمة ديال اس. هادي هي جديدة، هاد جديدة شحال ولات؟ ولات 60، لأن 59 زائد واحد هي 60. الان حنا اش قلنا؟ قلنا ما يمكنش تكون في الساعه الرقميه 60 نهائيا، اذا كتحول لزيرو زيرو. اذا هنا غنجي وغنخدم بي سي، اش نقول لي؟ غنكتب لي سي، بمعنى اذا كان ماذا؟ بمجرد ما تلقى راسك عندك اس، يعني الثواني كبر من 59، الوغ خاصك تنفذ لي واحد القضيه. اش تفهموا عليها؟ هذه هي الاولى، عاد نقول لك اش ينفذ. هنا فاش قلت لي اكبر قطعا من 59، راه عنيت لي 60. علاش؟ لان اكبر قطعا من 59 كيجي وراها 60. هتقول لي لا، راه ممكن تكون 59.03، راه حتى هي كبر من 59. فعلا عندك الصح، ولكن هذا الشيء فاش كتكون
تهضر على الارقام العاديه، ولكن هنا فاش كنهضر على اس راه اونتي، يعني راه فاش كتزاد كتزاد بواحد. اذا هنا اللي ورا 59 هو 60، هنا كنقول لي الا كانت 60 وما فوق. اذا اشنو يطرى؟ شد ليا زيرو وافيكسيه ليا في اس، بمعنى الا كانت كبر من 59 رد ليا فورا زيرو فورا. علاش؟ لان هذيك 60 كيف حنا درنا هنايا، كيف عطينا المثال، قلنا ان فوا كتوصل 60 كتولي زيرو زيرو، الساعه الرقميه ما كتكتبش لينا نهائيا 60. اذا ان فوا كتوصل 59 كيتبعها زيرو زيرو، قلت لي بمجرد ما تولي كبر من 59 يعني 60 ردها ليا زيرو. الان رديناها زيرو، ولكن هذيك 60 ثانيه اللي ولات عندنا فين مشات؟ اذا خاصها تمشي عند دقائق، هتزيد على الدقائق كيف قلنا. اذا هنجي وندير ام بمعنى المينوت نزيدها واحد، هذه راه هي القديمه. لاحظ ان هذه القديمه كان عندها 59 قبل، غادي نافيكتيها عاوتاني فاش نافيكتيها في ام. لاحظ معايا هذه هي جديده، و59 زدت واحد هي ولات هي 60. اذا عندي 59 زدت واحد ولات هي 60، افيكتيتها هنا ولات عندي 60. الان غنعاود نشرح لك. الان فاش كتوصل الثواني ل 60، لان هذا اكبر قطعه من 59 راه هي 60، كتولي زيرو، ولكن هذيك 60 ما هتضيعش، هتزاد على الدقائق. اذا هنا كانت عندي 59 زدناها واحد وافيكتيناها في ام. الان غادي نجي نشوف هنايا هاد الخطا نحيدو، لان هاد الدقائق ما خصهاش تشد ليا رقم 60. اذا باش نحيد هاد الخطا غنكتب ليها شرط اخر، غنكتب ليها سي، بمعنى اذا كان اشنو المينيت ام كبر قطعا من 59 الوغ. نعاود نشرح باش نقول لك ام كبر من 59 هذه كنعني بها 60. علاش؟ لان هاد 59 عدد صحيح بالنسبه للدقائق، دابا دائما الدقائق كتلقى عدد صحيح، 59 هتزاد بواحد هتولي 60. اذا هنا قلت لها ما تاخذيش نهائيا 60، لان ما كناش في الساعه الرقميه، 59 خاص يجي وراها زيرو. اذا شنو غندير؟ زيرو هنافيكسيها في ام، قلت لها الا فاتت 59 ردها ليا زيرو. الان الدقائق ولات زيرو، اون فوا تولي عندها 60 هتحول لزيرو، ولكن هذيك 60 دقيقه فين هتمشي؟ هتضيع؟ لا ما يمكنش، خاصني نمشي نحطها في الساعات. اذا غندير اش وغنزيدها واحد، هذه هي القديمه وغادي نحطها هي الرقم 20 اللي بدينا به، وغنحطها في الساعات الجديده، هذه هي الجديده. اذا 21 زدناها واحد هي 21. الان اعيد، دخلنا هنا الساعات ودخلنا الدقائق ودخلنا الثواني حسب اشنو عطينا التمرين. هنا عطينا 20، هنا عطينا 59، هنا عطينا 59. الان جيت وبغيت نخرج التمرين، التمرين اشنو كاين فيه؟ انني هنزيد ثانيه، وباش نزيد ثانيه فين نحطها؟ نحطها تحت الثواني بالضبط وهنزيدها. كيف شفنا في التمرين باش نزيد ثانيه حطيتها تحت الثواني بالضبط، يعني تزادت على الثواني. هادشي اللي درت انا الان، شديت الثواني وزدت عليهم واحد وافيكتيتهم في الثواني، بمعنى انهم تحطوا في الثواني. الان الشرط شنو هو؟ قلت لي الا كانت كبر من 59، بمعنى الا كانت 60. الان الا كانت عندنا 60 هنايا قلنا كتحول، هذاك الواحد كطلع هنا كاحتفاظ وكيتزاد على دقائق. اذا هادشي اللي دير، بمجرد ما لقيناها 60 طلعنا هاد الواحد في الدقائق وردينا هنا 00 وتزادت هنا. قلت لي بمجرد ما تلقى السكون كبر من 59 ردها ليا 0، ولكن هذيك 60 ثانيه ما تضيعش، زيد على الدقائق. الان جيت وعطيت واحد الشرط اخر، لانني لقيت الدقائق كتساوي 60. اش قلت لي؟ قلت لي الا كانت كبر من 59، بمعنى هنايا كي كتشوف معايا فاش زدنا هاد الواحد لقيناها كتساوي 60. اذا هاد الاحتفاظ طلع وجا عاد الثواني عاد الساعات كي تشوفنا باش ولاو 21. اذا اشنو درت هنا؟ قلت لي الا جيتي ولقيتي الدقائق كبر من 59 اذا ردها ليا زيرو، ولكن هذيك 60 دقيقه ما تضيعش، شدها وزيدها على الساعات. اذا عارفين حنا 60 دقيقه كتساوي ساعه، اذا هالواحد ديالها زدنا عليها وافيكتيناه في اش. اذا الان شحال ولات؟ ولات 21. اذا لا داعي لتغيير الساعات، لان 21 كاينه في المقاله، اللي ما كايناش هي 24. الان خاص هادشي تافيشي ليا، الساعه خاصني نشوف. باش نافيشي
التوقيت اللي عندي في الساعه اشنو ندير باش تافيشي لك الحاجه. كتافيشي لك مبدئيا بايكخير، اذا غنجي نكتب ايكخير فوالا ونفتح الميساج. نتفقوا على واحد القضيه، الساعه حنا بغينا تبان لينا تخرج لينا كساعه رقميه، بمعنى تخرج عندنا هنا الساعات و دو بوين، وتخرج لينا هنا المينوت و دو بوين، وتخرج لينا هنا سكون. الان غنكتب لوغ، الساعه هي، وغندير دو بوين، غنسد علامات التنصيص. الان الميساج غيخرج هو هو. الان هادو غنخرجوهم خارج علامات التنصيص، علاش؟ باش ياخذوا القيمه ديالهم. اشنو غندير؟ غنكتب اش، هادي هتبدل فوالا، ندير واحد الفيرغول هنا، هادي كونكاتيناسيون، فاش كتبغي تلاقي جمله مع حاجه اخرى كديرها. هاد الساعه هتبقى هتاخذ القيمه ديالها، غندير فيرغول. الان هاد دو بوين بغيتها تخرج ليا هي هي، باش تخرج ليا هي هي غنديرها وسط علامات التنصيص، غدير لها بحال هكا وحطها وسط علامات التنصيص هكذا، وراها دقائق، ولكن ندير هاد الفيرغول عاد غندير لها الدقائق، دقائق خارج علامات التنصيص. علاش؟ لانها باغينها تعوض بالقيمه ديالها، ونديرو فيرغول. اذا هاد دو بوين حنا محتاجينها تخرج لينا، اذا غنديرها وسط علامات التنصيص بحال هكا. الان اشنو اللي وراها؟ وراها سكوند، ولكن ندير اس بحال هكا، عاد نسد القوس. الان اش درت؟ كتبت لوغ اي ودرت دو بوين، اذا هنا غتحسب وتعطيني 21، وهادي غتخرج ليا هي هي، اذا دو بوين هنا، هادي غتعطيني 0 0، هادي غتبقى هي هي، وهادي غتعطيني 0 0، لانها تحسبت. الان باش البروغرام عرفنا راحنا سالينا، نجي ونكتب ليه فاه، بمعنى انني كنسد الالغوريثم ونلاقيها مع ديبي، انني كنسد الالغوريثم وكنقول ليه راحنا سالينا.